السلام عليكم الخوت والخواتات والاميمات الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين؟ كي دايرين مع هذا البرد؟ والحمد لله، اللهم لك الحمد يا ربي، لما ترزقنا الشتاء وترحمنا يا ربي، ترحمنا ورحمتك. راكم عارفين البرد يعني في العشية، يعني نقول البرد نقولوا في العشية شي حاجة سخونة، يعني ضروري شي حاجة سخونة. المهم انا اليوم ان شاء الله غندير التيشة ديال الشعير، غادي نديرها بلاصوص، وبغيت نشارك معكم الطريقه ديالي. يعني سيرتو من شفت هذا الربيع هذا، يلاه كي جبتو من السويقه عرفتو البنات، ما نقول لكم شو واحد الريحه فيه، عرفتو غير ديال الحريره، ولكن كنت باغا ندير الحريره، راني سلقت مطيشه. ها هي، ها انتما اللي سالقه مطيشه، يعني باش ندير الحريره ما فزكش الحمص، نسيت ما فزكش الحمص. المهم ديروا حاجه ونسوا حاجه ساعات ولا. المهم ها انتما معايا اخوتي وخواتاتي، دابا ان شاء الله غادي ندير اول حاجه نقطع هذا الربيع ديالي في الهشوار. انا كندير كلشي في دقه واحده، يعني بلا ما نبقى يعني بلا ما نبقى نلعب هكا هكا، كلشي في دقه واحده. ولا في مونينيكس اللي ما عندهاش الهشوار، مونينيكس كاس ديال الماء طحني كلشي اختي في خطره، وتهناي ونوضي مرتاحه مع راساتك. ها انتما كما كتشوفوا قطع الربيع ديالي، غادي ندير هاد جوج فصوص ديال الثومه هما حتى هما، غادي ندير البصله حتى هي، وهاد مطيشه غنقطعها حتى هي بحال البصيله، لا على ربعه ولا على جوج علاش ما بغيتو. عرفتو البنات مطيشه تبارك الله رخيصه، الربيع رخيص ما شاء الله، زعما تبارك الله الحمد لله يا ربي تزيدنا من فضلو يا ربي. شتو طايبه ديال الحرير، ايوا ما كتبش الله الحريره، حتى هادي راه بحال الحريره. صافي غادي ندير غير ثلاثه، ما نديرش ربعه، ندير غير ثلاثه. هي واحد الكويس ديال الماء، صافي وغادي نطحن كلشي دابا. نسيت البنات ما قلت لكمش الكراطيس حتى هو، حتى هو نديروه. المهم كتجي بحال الحريره، خاصه غير الحمص. كتجي غزاله، كتجي تشبعيش منها يا اختي في هذا البرد. وبلا برد هذه راكم عارفين تيشات الشعير والفوائد ديالها، يعني بلا ما نقولها لكم انا. حتى كان عندي في الكونجيلاتور حتى هو غنديروه، ونحط كل شيء ان شاء الله باذن الله، ونرجع معكم باش ما نسطعكمش راسكم. المهم البنات ها هي بعد ما طحنات، ناخذ الكوكوت ديالي ندير فيها هذا الخليط، وهذه غنعمرها بالماء نيت وغنخوي فوق منها، منها نشلل الزلافه ديالي. انتما كتشوفوا دابا درت الماء، غادي ندير زيت الزيتون، ضروري زيت الزيتون البنات، تقريبا واحد 4 معالق كبار ديال زيت الزيتون. وبالنسبه للعطريه غادي ندير البزار والخرقوم والسكينجبير، اللي بغا دير شويه ديال راس الحانوت ديرو ديال الاختيار، الكرويه اللي بغاتها حتى هي ديرها. المهم داك العشوب ديالكم اللي بغا تزيد تزيد، انا غنكتفي غير بالعطريه ديالي عاديه ما نزيد فيها والو. سكينجبير واخا تكثروا منه الخرقوم مزيان ماشي مشكل، ونديروا مليحه.
غادي نجيب ماتشه ديال الحك، ندير غير هاد الطويصه الصغيره عندي نديرها كلها. جينا شويه محمره صافي. دابا غندير كلشي يغلي، ندير دابا كلشي تاع يغلي مزيان، عاد ديك الساعات نديرو التيشه ديالنا ان شاء الله باذن الله. ها نتوما البنات دابا جبت هاد الطبسيل المشهور ديالي. هذا علاش كيعجبني، حيت بيض لا كانت شي حاجه كتبان فيه. دابا هي البلبوله ديالي، غادي ناخذ القياس اللي غنحتاجو. انا كندير بزاف واخا تبقى حتى الغدا ماشي مشكل، يسخنوها الوليدات ياكلوها ماشي مشكل عندي. اللهم تكون بعدا في الطاوله ما يكون فيك ما ديري حتى شي حاجه بعدا تلقاها واجده. المهم نقيها هكا الا بانت لي فيها شي حاجه، يا اصلا راه رقيقه فيها والو، ولكن ندوزو يدينا وصافي. زعما ايامات زمان فهمتوا الناس ديال ايامات زمان، يا خويتي جلسوا هكا ينقيو الزرع وينقيو العدس وينقيو. دابا كلشي ولينا نشريوه مطحون، هذا الطحين مطحون، كلشي مطحون. هدايا مريامه، هدايا مريامه عندك سخون متخافيش. مريامه راه كتوجد معايا العشاء. اي البنات سمعتوها البنات، قالت لكم ايه البنات راه كتوجد العشاء، واحد مشاغبه ما نقول لكمش. المهم البنات راه منقيه ما فيها والو، باغا نديرها في الشبيكه ان شاء الله، نغربلها ونغسلها عاد نديرها في كوكوت ان شاء الله باذن الله. ها نتوما البنات ها هي داك لاصوص ديالنا، داك الشيء اللي درنا هو، نخليه حتى يغلي مزيان عاد نزيدو عليه هاد التيشه ديال الشعير راه غسلتها كما قلت لكم. صافي دابا نخليوها ان شاء الله حتى توجد ونقدموها ان شاء الله مع تميرات شريحه شباكيه اللي عندكم قدموها معاها، ما عندكمش قدموها غير هكا بيضات مسلوقين. المهم راكم عارفين وليدات وصافي، ايوا هادشي اللي كاين. المهم البنات ها هي البلبوله ديالنا من بعد ما طابت، الله حليت عليها دابا انتم شفتوها. انا ستيت عليها في الصفار باش طاب دغيا، ما فيا ما بقى نساينهاش، الدراري جاهم الجوع راكم عارفين. المهم البنات ها نتوما شتو كتجي خاتره، اللي بغاتها خفيفه تزيد فيها شويه ديال الماء تخليها تغلي، اللي بغاتها هكا تكتفي بها هكا. بالنسبه لي انا غنزيدها واحد شويه ديال الماء حيت البنات كيبغوها خفيفه شويه، مبغوهاش هكا ثقيله. ايوا هادشي اللي كان راني كنوجد لهم هنايا البيتزات، درت لهم البيتزا وتبارك الله الله يخلف وجه البركه. المهم البنات ها هي البوله ديال الشعير ديالنا جات غزاله البنات، ماشي حيتكون فيها واحد الريحه ما شاء الله طالعه غزاله. المهم عشيوها على قد الحال ما شاء الله، شويه ديال الشريحه وشويه ديال التمر، والله يخلف وجه البركه وبصحه عشاكم حتى نتوما، صحتكم وراحتكم. المهم البنات من بعد ما تعشينا وداك الشيء، المهم قبل ما ننعس يعني راكم عارفين هاد النزله اللي كاينه دابا كدور. المهم انا جمعت كاع الحشوب اللي عندي في الدار كلها درتها في واحد الكاسرونه وعمرتها بالماء وخليتها كطبخ مزيان. المهم عندي هنا الشيح والياسر والزعتر والخزامه والريحان والحامض، المهم البنات كاع العشوب اللي طيحوا لكم على بالكم البنات درتهم في هاد الكاسرونه. المهم راه كيف ما كتقولوا. المهم دابا كنسد عليه هكا، نخليه يغلي ونسد عليه وكنديه للبيت يبدا يدور، ندورو على البيت عاوتاني ونرجعو يسخن عاوتاني وندورو على البيت. المهم دورتو على الدار كامله وهكا كنشقوه. المهم هاد الوصفه كنتنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله باذن الله، جربوها ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم المشاهده.